أستاذ محمود، شوف يعني العملية تذكرنا ب13/4 التي يعني كانت هناك استهداف لدولة الاحتلال من قبل إيران مباشرة لأول مرة أتصور في تاريخ الصراع. اليوم الضربة قادمة لا محالة، وهناك المعلومات التي يعني تخرج من المواقع الاحتلال خاصة المواقع الإلكترونية القريبة من المؤسسة الأمنية تتحدث عن حالة استنفار وكأنهم يعيشوا يعني فترات ساعات ينتظروا فيها القنبلة النووية والتي غير موجودة. بدليل انه يعني المعلومات تقول انه الامن والشباك بالتحديد لوجهاز الاستخبارات الداخلي قام بتجهيز يعني الملاجئ التي تحمي القيادات تحت الارض اذا تعرضت الى حرب نوويه. قبل يومين كان هناك بشكل واضح توزيع يعني اجهزه تريا للهاتف يعني المرتبطه بالاقمار الصناعيه على كل القيادات السياسيه والعسكريه والامنيه والمناطق الاستراتيجيه من اجل يعني اتقاء شرور ضربه قادمه. يعتقد الاحتلال بانه الضربه ستكون يعني موجهه لشبكه الاتصالات او حتى المواصلات اللي هم الان بدوا يعملوا عليها ايضا، واحتمال تقطع التواصل ما بين مدينه ومدينه اخرى نتيجه تكثيف الضربات التي ستكون يعني موحده. الأهم من هذا وذلك أنه حتى يعني على إطار الجبهة الداخلية، المستشفيات اليوم استعدت، أحد المستشفيات مستشفى رامبام على سبيل المثال جهز 2200 سرير تحت الأرض في الطوابق الأرضية التي لا يجهز في المستشفيات. يعني هم يعيشوا حالة الحرب الكبيرة. الحرب بدأت، والحرب دائما تبدأ ليس فقط بإطلاق النار، هي بمعنى ما تسبق استعداد والتحضير إلى مسرح العمليات في كل الطرفين، والحرب النفسية التي نراها الآن في الإعلام التعلام والإعلام المضاد. قبل قليل على شاشة كومورد جالانت يهدد إيران وحزب الله إذا ما قاموا بالرد سيكون هناك رد عنيف جدا. الإدارة الأمريكية الرخوة الحالية يعني التي تعيش حالة انتخابات وبدأت فيها نزاعات داخلية غير مستعدة للحرب. حتى ما تسرب على اللقاء يعني بايدن نتنياهو قال يعني انه يعني ما ضلكش تعمل شيء من وراي وبالتالي بتطلبني مش حنقضك. نعم المقصود فيه الوضع صعب، لكن قدوم قائد المنطقة الوسطى يعني في لدولة الاحتلال لا يغير، قد يكون يعطينا مؤشر واحد انه العملية ليست في ال 24 ساعة القادمة كما يتحدث الإعلام. نعم لأسباب لا يمكن أن تكون القيادة العسكرية الأمريكية التي ستقود الحرب أو يعني الدفاع عن دولة الاحتلال تترك مواقعها وغرف لكن العمليات فرق دكتور المصري انه في الضربه الايرانيه السابقه في اول ابريل الماضي اعلن الايرانيون الاهداف، نعم وبالعكس ارسلوا ونسقوا بانه الساعه كذا في يوم الفلاني هيكون هناك ضربات يعني ولن نعم تطال تل ابيب. هذه المره لم يعلنوا، وبالتالي الوضع نحن امام دلاله قد تكون مخيفه بالنسبه للاسرائيليين. صحيح، لأن العملية مختلفة كليا. في فرق بين يعني استهداف يعني جنرالات موجودين في القنصلية الإيرانية في سوريا وبين استهداف رئيس المكتب السياسي رحمه الله أبو العبد هنية في طهران، ويبعد فقط 150 متر عن بيت الرئيس. بمعنى أنت تستطيع أن تستهدف يعني ليس فقط النظام والأمن القومي والكرامة كي يتحدثون، تحدث عصب النظام، أنت أصلت الآن بيت الرئيس. فبالتالي حتى هذه المرحلة بغض النظر عن طبيعة الاستهداف كان مقذوفا صاروخ من خارج الأجواء أو متفجرة داخلية، المهم حدث في هذا المكان في هذا التوقيت الذي يكون فيه تنصيب الرئيس، يكون أعلى درجات الاستنفار الأمني الكاملة. وحتى الآن كل الروايات التي تخرج يعني يجب أن نطرح على استفهام عليها بغض النظر. المقذوف يعني لفت نظري بصورة ابن أبو العبد هنية، يقول والده تعرض إلى قذيفة بهذا الحجم، معنى ذلك هو يتطابق أو يعني يحاكي الرد الإيراني الذي يقول كان مقذوفا خارجيا. وهذا أخف وطأة أن يكون هناك يعني متفجرة داخلية، بالتالي بدك تقول أن الحرس الثوري أو من هو مسؤول عن حراسة الضيوف وتأمينهم هو يكون متواطئ أو مشترك في ذلك. لذلك الأمر ليس هين، وبالتالي الضربة ستكون يعني كبيرة، لكن ليس بالضرورة هذه الضربة التي توصلنا إلى حرب إقليمية، أو ليست أن توقع الخسائر الكبيرة في داخل دولة الاحتلال، لكن يجب أن يكون الرد بمستوى أن تقلق هذه الدولة وتبتدع ما تقوم به من مرحلة قادمة. لو سكتت إيران عن هذه الضربة ستكون معرضة كل مواقع إيران للضرب في المرحلة القادمة. أستاذ نضال السبع، في إطار المعلومات أيضا، يعني إذا كان الإسرائيليون يتحشدون بهذه الطريقة والقلق، وبالتالي ماذا عن الداخل اللبناني؟ أنا أتحدث عن الداخل اللبناني يعني نصفان، يعني نصف في الجنوب ونصف في بيروت والأماكن المحيطة بها وفي الوسط أيضا.
يعني لا شك أنه أولا هناك قلق كبير. طبعا هناك حركة نزوح سواء من جنوب لبنان أو حتى من الضاحية الجنوبية، هناك يعني الناس تترقب ما سوف يعني يحدث، بحكم المؤكد أن حزب الله سوف يسدد ضربة للإسرائيليين، وأنا أعتقد أن هذه الضربة ربما يكون هناك تجاوزا للخطوط الحمر إسرائيليا، وربما أيضا يتم استهداف بعض المواقع الحيوية مثل كاريش على سبيل المثال، أو ربما المطارات أو الميناء على سبيل المثال. أيضا الإيرانيين ربما يلجأون إلى هذا الأمر، ولكن بحكم المؤكد أيضا أن يعني نتنياهو سوف يستغل هذا الحادث، سوف يخرج إلى الإعلام ويقول أن إسرائيل تلقت ضربة من اليمن ومن سوريا ومن إيران ومن العراق ومن لبنان ومن حماس، وبالتالي سوف يأخذ دور المظلومية من أجل تجييش الغربيين وخاصة الأوروبيين والأمريكان وجرهم إلى هذه المعركة. علينا أن لا ننسى أمرا هاما، أن طيب. نتنياهو عمليا في اليوم الثاني لعملية 27 خرج على الإعلام وقال تتجه إسرائيل إلى تغيير وجه الشرق الأوسط. نعم. تغيير وجه الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم بعملية من رفح إلى الشجاعية، ربما أن الإسرائيليين أعدوا جيدا لهذا اليوم، وهم استطاع نتنياهو أن يجر كل المنطقة إلى هذه الحرب، وربما أنهم يحضرون أمرا للبنان أو ربما نعم. سوريا أو ربما أيضا للإيرانيين، وذلك بالتزامن، يعني ربما يكون رد إسرائيلي أمريكي على الإيرانيين وعلى لبنان بالحد الأدنى أن يكون هذا الرد بالتزامن. وأنا أعتقد أنه يعني الإسرائيليين أو نتنياهو ربما يعني يدفع باتجاه القيام بعملية عسكرية حدودية بعمق 5 إلى 10 كيلومتر، خاصة أنه سيد أموس هوكستين وخلال زياراته المتكررة إلى لبنان نعم. كان يشدد على أمرا واحدا، أن الإسرائيليين المستوطنين لا يستطيعون أن يعودوا إلى الشمال، وبالتالي لا بد من إبعاد حزب الله وتطبيق 1701. فربما يستغل نتنياهو هذا الأمر من أجل الدفع بالجيش الإسرائيلي لاحتلال شريط حدودي بعمق 10 كيلومتر، خاصة إذا ما علمنا أنه منذ 10 أشهر عمليا الإسرائيليين يقومون بعملية تدمير ممنهج نعم. وليس عشوائي للقرى الجنوبية، وبالتالي يعني لم يكن الإسرائيليين يعني يلجؤون إلى هذا التدمير بهذا الشكل الكبير بشكل عشوائي، لا، هم بشكل مدروس وبشكل ممنهج، ويبدو أنهم كانوا ينتظرون هذا اليوم من أجل القيام بتنفيذ هذا المخطط. أشكرك أستاذ نضال السبع من بيروت، دكتور محمد المصري من رام الله، شكرا جزيلا لكما.